فأنا تأثرت صراحة من إصابتي وأخرتني، ورجعت انضميت مع زماري ومنتخب. بس إنه كان في ظروف معينة. ظروف إيش؟ يعني أنا كنت ذيك الفترة يعني عندي إحساس إني مو بياسر اللي أنت تبغاه. فهمت الفكرة كيف؟ مو بياسر اللي أنت تبغاه، لدرجة إني كنت أوصل النادي وأرجع، ما أدخل النادي، أتمرن وأرجع البيت. تعبت 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 فترة، تعبت يعني تعبت تعبت. انضميت منتخب ظروف إيش يعني؟ ما فهمت ال توصل النادي ما تدري وش اللي يمنعك؟ يا أخي ما أدري، في شيء جوا يردني عن النادي. أوصل النادي محمد أبدخل التمرين أدور من عند النادي وأرجع البيت. وإذا تمرنت مثلا، نفرض تجي تتمرنت، لابد في مشكلة في اليوم هذاك، يا مع مدرب يا مع لاعب، مهما حس انه في شيء عمل شيء او كذا، حاجه زي كذا، تحس انه في حاجه زي كذا. سحر؟ اتوقع ولا ممكن، يعني انا ما ادري وش يعني بالضبط. انت كنت تعتقد؟ انا ما كنت ادري عنه. لا انت كنت معتقد انه في عمل؟ لا ما خطر في بالي ولا او سحر؟ ما كمان خطر في بالي ولا جاي، بس ما انت كنت تقولها او حاس صرحت احد فيها؟ اقول 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 لناس معينين يا اخي انا ما ادري ايش فيني. وضميت منتخب واترك المنتخب معسكر واروح ارجع النادي اتمرن. الاصابه كان بدايه استعداد، كان يجهزني زماريو عشان يضمني معاه كاس الخليج اللي في عمان. فتركت المعسكر ورحت للنادي اتمرن، ويجيني النادي يقول لي انت بزرق دلاحك، اقول لك تعال اتمرن، قلت شوف لا تضمني منتخب ولا بمنتخبك. قال طيب. هي اللي بعدها ضم خالد الرشيد وحسين عبد الغني. جابهم منتخب الأولمبي بعد ما جو من أطلنطا، جابهم الفريق الأول. استمروا، أنا استمريت مع النادي ذيك الفترة. جلست أتمرن وألعب مباريات وأتمرن وأوقف وحالتي حالة. ألين يعني وقفت على حيلي. رجعت ألعب. نهاية الموسم انتهى عقدي اللي هي فترة اللي قلت لك رحت الشباب بعد رحلات النادي. ثاني تمرين في الموسم الجديد بعد ما رجعت النادي مع الرياض، مع الرياض استعداد بداية السنة أساس إن فيه معسكر خارجي. أول تعرف أول أسبوعين أول 10 أيام عشان التجمع، بعدين في معسكر خارجي صار الحادث فيه، وهي اللي كانت نهاية مسيرتي الرياضية.